لكن السكن ما يقدرش يتوقف، توقف لأن عدة أسباب. أولا السبب الأول بسيكولوجي، الجزائري لما يكون كاري يبان له باللي راه في العراء، ما عندوش دار، راني كاري، وحنا 20 عام كنا كاريين، ولكن كان عندك دار في الدول الأخرى، مجاورة ولا غير مجاورة، كان اللي كاري من أب الجد، من جد الأب للابن إلى آخره في نفس الكير. ولكن الجزائري يبغي يتملك السكن تاعو. حتى بالنسبة لتمليك السكن، لما وضعت الدولة الخطة نتاع بيع مساكن السكنات الاجتماعية، ولا واحد بغى يشري. علاه؟ لأن الكراء رمزي. تصور يعني الكراء، أغلى كراء راه في 2500 دينار، بغض النظر على الأنواع اللي موجودة تاع السكن، بما فيها السكن الريفي، بما فيها التجزئات. السكن الريفي حل مشاكل اجتماعية لا تعد ولا تحصى، ولكن مع الأسف مادام خارج المدن الكبرى ولا واحد يتطرق ليها، وما فيش دراسة في هذا الموضوع. الناس تشوف غير الأحياء المكتظة وزعفوا وغضبوا وغير، لكن السكن الريفي يعتبر هو من النجاحات الكبيرة تاع الجزائر، لأن البلاد راه تعاود تعمر، إعادة توزيع المواطنين، الناس اللي غادروا في وقت الإرهاب كل رجعوا لأراضيهم وصبحوا يتقوتوا من الشيء اللي ينجوه، ويزيدوا يمولوا بعض المدن إلى آخره، بدينا نرجعوا لي غران زيكيليبر في الإسباس وفي لابرودكسيون. بالأخص أنا السكن الريفي هذا تشوفوا فوتوا مع الطرق، ما تفوتش مع لوتوروت، شوف مع فوت لا ناسيونال لا لي ديبارتمونتال، ولا تشوف يعني شيء نفتخر به. في الريف دار يعني مبنيه مليح، القرمود تاعها مزوده بالماء، مزوده بالغاز، مزوده بالكهرباء، مزوده بال، هذه ثوره صامته تاع الجزائر، خلات تخلي الناس اليوم. فيه بعض الموظفين اللي ساكنين اصلهم من ضواحي المدن الكبرى طالبين السكن الريفي باش يرجع، لان اصبح ما يطيقش يعيش في المدينه الاكتظاظ وهذه وهذه. كاين ميم لو سمحتم سيد الرئيس، ميم لا فيبر اوبتيك في مناطق يعني جبليه. توت لي ميزون هادو ملي كونت سون جروبي طون ميو، ملي يكون دار وحدها يمشي لها الغاز كومام.